أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة من i24 نيوز لوقائع الانتخابات الإسرائيلية التي تبدأ يوم غد. أرحب بالسيد جيرمي سالتن المستشار السياسي، وانضم إلينا أيضا السيد شكيب شنان خبير الشأن السياسي في إسرائيل، وأيضا أهلا بك من جديد سيد وديع عوضي الصحفي والمحلل السياسي. سيد جيرمي، أريد أن أسألك بداية، هناك مصطلح في إسرائيل هو مصطلح يعني شرب الأصوات وربما سحب الأصوات من في داخل المعسكر الواحد، والحديث عن الليكود عندما يحاول من خلال حملته الانتخابية أن يجتذب أصوات ناخبين لأحزاب في الحلبة السياسية في اليمين هذه الحلبة ومن مصوتي الأحزاب. كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟ هذه المرة نحن نرد بالحرب، نحن لن نسمح للليكود أن يأتي ويأخذ ويشرب الأصوات كما ذكرت. نحن حزب لدينا الاحترام والكرامة الذاتية وسنأتي ونحارب. وعندما أقول لك عندما ننظر إلى الليكود بالفعل إنهم أشخاص، إنهم شبه سوبر ماركت، هناك متجر كبير تجدين كل شيء. هناك من هم يمينيين، بل ربما حتى من هو يميني أكثر مني، ولكن هناك شخصيات مثل إسرائيل كات، ساحيا نيجبي، يوفا شتاين، الذين صوتوا بجانب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في 2005. لذلك فمن يرغب بأن يصوت اليمين وأن يأخذ دولتنا وحكومتنا إلى اليمين يمينا، يجب أن يصوت يمينا. هذه هي القصة. هذا في إطار الدعاية الانتخابية ربما، وهي ممنوعة الآن في هذه الساعات، لكن استراتيجيا كيف يؤثر على كل معسكر اليمين من ناحية فرص تشكيل الحكومة؟ نحن نشعر بأمان بأنه سيكون لدى المعسكر أكثر من 61 مقعدا. لذلك فالمسألة ليست بالنسبة لهوية رئيس الوزراء، بالنسبة لنا واضح أن رئيس الوزراء سيكون بنيامين نتنياهو، ولكن السؤال الأكبر هو لأي مدى تكون هذه الحكومة يمينة. وإذا كانت يمينا حزبا صغيرا لا يوجد أمل، فعل سيكون في حالة أنه ربما ستفرض علينا حكومة وحدة وطنية. ولذلك فمن يسعى أن يكون ويرغب بأن تكون هناك حكومة يمين يجب أن يصوت لحزب يمين. هذا يصح لي قوله في خلال التغطية الخاصة، ولكن ونأمل أن يأخذ الأحزاب حتى التي من يمين الليكود باجتياز نسبة. سيد شكيب، هل توافق على أن هذه الانتخابات ليست على اسم رئيس الوزراء وعلى هويته، بل على طرح الحكومة ونهجها السياسي، بمعنى أن نتنياهو باق في الحكم؟ لا علاقة لكلمة طرح بشكل بيت. هذه الانتخابات قامت فقط على شيء واحد فقط، نتنياهو نعم أم لا. عندما فشل نتنياهو في الحصول على 61 مقعد يؤيده من أجل تمرير قانون الحصانة ومنع تقديمه للمحاكمة رغم الاستجواب الذي سيقوم به المستشار القضائي للحكومة، قام بأمرين حضرهما مسبقا. الأول، في حال فشل في تشكيل حكومة، وعند فشله لم يعد التفويض لرئيس الدولة وذهب إلى الكنيسة وقام بإقالة الكنيسة والإعلان عن انتخابات جديدة، بدل أن يعطي فرصة لنائب برلمان آخر حتى من حزب الليكود أن يقوم بتشكيل حكومة. عاد إلى موضوع الانتخابات، كل الانتخابات قامت فقط على شيء واحد اسمه قانون الحصانة. نعم تقديم نتنياهو للمحاكمة أم لا؟ طيب سيد وديع، يعني بالفعل إذا كان هذا هو، يعني هناك تناقض على نتنياهو أم ليس على نتنياهو، والسيد جيرمي يقول إن نتنياهو مضمون عمليا هو من سيشكل الحكومة، هل هناك سيناريو آخر فيه يكون الليكود جزء من الحكومة لكن ليس بوجود نتنياهو؟ أولا جيمي، أتفهم ذلك، هو صاحب مصلحة هنا ويتحدث بأمور تخلط ما بين الدعاية وما بين التحليل، وهذا شرعي بطبيعة الحال وبطبيعة وظيفته. لكن نتنياهو ليس مؤمنا بالكامل، وهناك أكثر من سبب يدعو لذلك، ونستطيع قراءة الوضع الحساس والدقيق لنتنياهو من خلال هذا السلوك الذي لا أقول هستيري، ولكن أقول على حافة أن يكون سلوك هستيري لنتنياهو، كما نرى
بالتصريحات والمنشورات بمنتدى التواصل الاجتماعي والإعلام وبالتصريحات الخطيرة بهذا الاتجاه وذاك. أعتقد أن هناك يعني الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات، على الأقل إن كنت أنظر إلى الموضوع بعيون إسرائيلية يهودية. أولا هناك رئيس حكومة متهم بعدد هائل من الشبهات تدور حوله في موضوع طهارة اليد وموضوع الفساد. ثانيا نتنياهو بخلاف ما يدعي، نتنياهو خطر على اليهود ليس فقط على الفلسطينيين، ولا يهدد الفلسطينيين على طرف الخط الأخضر فقط، إنما يهدد الإسرائيليين. وأنا أعي ذلك وأقول ذلك وأيدي على قلبي إنه هذا الكلام الذي أتحدث به الآن ليس فقط يعني من باب حديث سياسي، إنما حينما نجد رئيس حكومة يدفع باتجاه يعني بأحسن الأحوال إدارة الصراع، وهناك بعض المحطات في الأيام الأخيرة والآن قبل ساعات قليلة رأينا أن الليكود ويعني ما يحسب على الليكود عمليا يعني يصب الزيت على النار وعلى نار الصراع حينما يتحدثون عن تقاسم الأقصى. هذا يعني أن نتنياهو ربما يدفع المنطقة إلى المزيد من الفوضى وإلى مزيد من سفك الدماء، وبالتالي إلى حالة من الفوضى حتى داخل إسرائيل بين العلمانيين وبين المتدينين، بين العرب وبين اليهود وبين الإسرائيليين بشكل عام وبين الفلسطينيين. هذه الأوضاع خطيرة ويعني لا تبشر بالخير، ولذلك يعني بقاء نتنياهو هي مسألة فيها نظر، وهذا بالعكس يعني نكاد أقول أنه نتنياهو في حالة صراع وسيرفايفل أكيد على بقائه السياسي والشخصي. طيب سيد جرمي، إذا كان بالنسبة لك وجود نتنياهو مضمونا في هذه الحكومة، لماذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أن يؤجل الانتخابات ويذهب باتجاه عملية واسعة في قطاع غزة؟ أوفد عمليا مستشار الأمن القومي للقاء رئيس لجنة الانتخابات حول هذه النقطة، لكن المسألة ألغيت لأنها احتاجت إلى جلسة للمجلس الوزاري المصغر. لا أستطيع أن أخوض في تداول في تفاصيل ما يدور في رأس رئيس الوزراء. طبعا في خضم حملة انتخابية يوجد لديه احتسابات خاصة بالنسبة لإدارة الدولة، ولكن أريد أن أتطرق لبعض الأمور التي قالها زميلي. دعونا نطرح الأمور بهذا الشكل، ليست مسألة مصلحة شخصية وإنما واقع. إن تشكيل الحكومة اليوم من ناحية الجانب اليساري من الحلبة السياسية، الخارطة السياسية من قبل غانتس معقدة جدا. لماذا هذه العملية معقدة؟ لا يوجد العمود حزب العمل وميرتس الذين يدعمانه، عدا عنهما لا يوجد أي حزب يدعمه مستعد لدعمه. ليبرمان ربما نعم، ومرتنا ربما العرب يقولون بتلميح ما إنهم سيوصلوه للرئيس، وبعدها يأتي الحريدين من القمر ويقرروا أنهم ربما يردون الانضمام لحكومته. لا أرى هذه الأمور قابلة لأن تحدث، لا أرى هذا السيناريو قابلا تحقيق. يؤسفني جدا أن ذلك سيسعدني أن أراه، ولكن لا أرى أي سيناريو يستطيع أن يحصل به غانتس على 61 مقعد. سيد شكيب، أريد أن أعود إليك بنفس السؤال، يعني هل يخشى نتنياهو نتيجة هذه الانتخابات وبالتالي أراد أن يخوض حربا في غزة ويؤجل هذه الانتخابات، أم أن دوافع أمنية هي ما قادته ربما إلى التفكير في حملة عسكرية وعملية عسكرية في غزة؟ رئيس الحكومة السابق ورئيس الدولة السابق شيمون بيريس اعتاد القول أنه يخاف من 3 أشياء. الأولى الكلمة التي تخرج من الفم، الثانية الطلقة التي تخرج من فوق البندقية، والثالثة الورقة التي تدخل الصندوق. وبدون شك نتنياهو يتخوف، وليس يعني تحدث الأستاذ عواودي عن كون نتنياهو في شبه هستيريا. نتنياهو في هستيريا حقيقية. نتنياهو يعلم أن نتيجة الانتخابات هذه مصيرية بالنسبة له، لأنه يعلم أيضا أن الكنيسة القادمة لن تسمح بالذهاب إلى انتخابات ثالثة، يعني لن يكون موعد جيم للامتحان. الوضع واضح جدا، لذلك هو في حالة رعب حقيقية. أنا لا أظن أنه حاول استغلال الوضع الأمني من أجل الخروج إلى حرب لكي يؤجل الانتخابات. هو لم يطلب من حماس أو من أي طرف فلسطيني في غزة أن يبعث الصواريخ إلى أشدود، ولكن الصواريخ كان أيضا محدودا ويحاول بأن من داعي حاول من خلال الضغط الذي هو يتواجد به، حاول أن يكون هنالك رد فعل كبير
أكبر من الاعتيادي. وعندما قال له رئيس الأركان ورئيس الشباك والمستشار القضائي للحكومة أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا إذا كان لأنه وكأنه إعلان حرب، وإعلان الحرب لا يستطيع رئيس الحكومة طبقا للقانون أن يقوم به لوحده، حتى مع إذا كان هناك قرار أولي للمجلس الوزاري المخلص يجب أن يعود إلى الحكومة بكامل هيئتها. وتأجيل الانتخابات أيضا يحتاج إلى 80 نائبا في الكنيسة. تأجيل الانتخابات بدو اجتماع كنيسة 80 نائبا. كل هذه الأمور لا يمكن يعني لا يمكن تفسير تحرك نتنياهو السياسي فقط من منطلقات عسكرية. تحركه السياسي يعود للجملة الأولى التي قلناها، نتنياهو يريد أن يحافظ على نتنياهو. طيب سيد وديع، يعني في الانتخابات الأخيرة في آخر المعارك الانتخابية لاحظنا أن حزب الليكود وبنيامين نتنياهو تجاوزوا وسبقوا كل استطلاعات الرأي، خلافا لكل استطلاعات الرأي كانوا الحزب الأكبر، الكتلة الأكبر، تمكنوا من تشكيل ائتلافات حكومية. ما الذي يقف أمامهم أو في وجههم في هذه الانتخابات، إن كان أصلا هناك ما سيقف في وجههم؟ يعني كما كنا في بداية البرنامج، الساحر حينما يعني يستل من جيبه أو من قبعته ما يثير دهشة الجمهور مرة تلو المرة، فإن منسوب الاندهاش في المرات المتتالية يضعف. لم يعد نتنياهو يعني يترك سحرا، هذا الساحر السياسي الكبير بنيامين نتنياهو لم يعد قادرا على أن يسحر الإسرائيليين كما يجب. ثم لابد أن الإسرائيليين ورغم كل ما يقال يعني قادرين أنه يلتفتوا حولهم ويشوفوا أنه في هناك يعني حديث على مستوى الإعلام وفي الهواء بالمقارنة مع ما يدور في الواقع حديث مختلف. هناك واقع صعب في إسرائيل، إن كان على مستوى تشظي الإسرائيليين بين معسكرات علمانية ومتدينة، وبين من يريد التسوية، وبين من يريد ضم الضفة الغربية، وهناك مشاكل مع اليهود الشرقيين والأثيوبيين، مشاكل وتوترات بين العرب واليهود، وبالتالي يعني الإسرائيليين يرون أن هناك وفي هناك واقع صعب لم يتمكن نتنياهو رغم هذه السنين الطويلة في سدة الحكومة من إدارتها. ثم أن الصراع في الفترة الأخيرة مع الفلسطينيين أطل برأسه عدة مرات من شرفته العالية ليقول الإسرائيليين ما زال الفلسطينيون هنا وما زال الصراع هنا وأنتم لن تذهبوا من هنا والفلسطينيون لن يذهبوا من هنا، وبالتالي سيجد الطرفان أنفسهم في حالة صدام وفي حالة نزيف. والإسرائيلي الأب والرجل والمرأة يسألون أنفسهم إلى أين نذهب من هنا في ظل استمرار الصراع، ولا يرون بالأفق مما يبشر بالخير لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. طيب سيد جيرمي، يعني رئيس الدولة روفين ريفلين وكذلك رئيس الكنيسة يولي إدلشتين كانا قد صرحا وشخصيات أخرى بأنهما لن يسمحا لتكرار سيناريو إعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة. ما هو الضامن طالما أن الأحزاب ربما تصر على مواقفها، يكون هناك ما يسمى بالابتزاز السياسي، أو أن أي من نتنياهو أو غانتس لن يتمكن من تشكيل ائتلاف مريح؟ إذن كما أنظر إلى الأمور، لا يوجد هنا ما يكفي من الأصوات لهم إذا كان في اليمين أو اليسار للتصويت لأجل مع تنظيم انتخابات للمرة الثالثة. وصلنا للحالة أن نتنياهو كان يملك دعم 60 نائبا وليس 61، وليبرون قرر أنه لن ينضم إلى بنيامين نتنياهو ولن يسمح لغانتس إمكانية تشكيل حكومة، لذلك قرر وجاء وصوت مع تنظيم انتخابات جديدة. اليوم لا أرى إمكانية أو حالة، لا يمكن أن نتصور أنه يوجد 61 نائبا سيرفع يدهم ويقرروا أنهم يصوتون الآن إلى بتأييد تنظيم انتخابات ثالثة. ولكن كما قلت في البداية، أعتقد أن استطلاعات الرأي الأخيرة التي صدرت يوم الثلاثاء إنها مخطئة بكل بساطة. أعتقد أن نتنياهو سيشكل الحكومة ويحظى بدعم 61 نائبا بل وأكثر من ذلك. أذكر في 2009 عندما تقدمت سيبيلي
ليبني وخسرت في نهاية المطاف. 2005 تقدم بوجي هيرتسوغ إسحاق هيرتسوغ وخسر، وكذلك الآن بالنسبة لغانس في نيسان. لا أعرف لماذا الكل نسي ما كان في استطلاعات الرأي في الانتخابات السابقة ويظنون أن هذه المرة ستصدق الاستطلاعات. هذه المرة بنيامين نتنياهو لن يقبل. هناك من قال أن الساحر انتهى ولا يملك المزيد من البطاقات، ولكن يظهر أنه مرة بعد مرة يجد الطريقة والأسلوب. وكما قلت في السابق قلت إن غانس لا يملك الطريقة ليحصل 61 دعم 61 نائبا، نتنياهو نعم. نتطرق إلى أيضا الأحزاب الأخرى والملفات، لكن حتى نغلق هذا الملف، هل هو نتنياهو الشخص أم يعني المستشارين الذين هم يحيطون بنتنياهو هم سر هذا النجاح وهذا الاستمرار لعشر سنوات متتالية؟ لا، أنا أقول أنه نتنياهو كشخص وشخصية سياسية لامعة وله قدرات سياسية لا يمكن أن يستهان بها، واستطاع أن يصل من منصب نائب وزير في عام 1996 إلى رئاسة الحكومة. وبنفس الوقت مشكلة نتنياهو اليوم ليست لا مستشارين ولا نتنياهو، مشكلة نتنياهو هي ملف 1000 ملف 2000 ملف 3000 ملف 4000 ويجوز انه في ملف اسمه 5000 على الطريق. هاي مشكله نتنياهو الحقيقيه. لو فيش عند نتنياهو مشكله قضائيه، انا كنت وافق مع سيد جيم انه هو ساحر وكان يستطيع ان ياتي باي سحر اضافي يترك المجتمع الاسرائيلي حوله. المجتمع الاسرائيلي عطل على ما قاله زميلي، مجتمع فيش شيء اسمه حضارة إسرائيلية، فيش شيء اسمه مجتمع إسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي لا يزال في مرحلة تكوين في 73 حتى بعد أكثر من 70 عام على إسرائيل. لا يزال هناك 73 مجتمع في داخل إسرائيل، حتى المتدينين المتزمتين هنالك أكثر من فئة. العرب أكثر من فئة، اليهود فئات لا تعد ولا تحصى، الشرقي والغربي والقادم الجديد في الخمسينات والقادم الجديد في التسعينات والقادم الجديد في أواخر القرن التاسع عشر، إشكنازي وشرقي. التركيبة الإسرائيلية تركيبة رهيبة. هنالك الآباء الذين أتوا في الخمسينات يحملون الحقد على من تم استوعبهم في دولة إسرائيل، ولا يزالون حتى الآن يصوتون لمناحم بيجن. يعني في ناس بطريق مناحم بيجن، في يهود اليوم يذهب إلى الصندوق ليضعون ورقة الليكود، وهم يظنون أنهم يصوتون لبيجن مش لنتنياهو مع كل السحر الذي أتى به. لذلك الموضوع يكمن في أمر واحد، الملفات القضائية. طيب سيد وديع، أريد أن نطرق باب كحول لافان أيضا، يعني منافس قوي ومن أربعة أحزاب أو أربعة شخصيات مركزية تقود هذا الحزب. ألم يفلح هذا التحالف في لملمة أوراق المجتمع الإسرائيلي، يعني الذي تحدث السيد شكيب عن أنه منقسم على نفسه ولا يزال في مراحل التكوين؟ المعسكر يعني أزرق أبيض، هو بطريقة أو بأخرى وبشكل عام يعني يرمز إلى الأوساط الإسرائيلية العلمانية وتلك التي تميل إلى التموضع بين المركز وبين اليسار، والتي تريد أن يعني تحافظ على الطابع التقليدي لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، مع محاولة فحص إمكانيات تسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني بدلا من محاولة إدارته وبدلا من محاولة حسمه، وابتعاد إسرائيل عن أن تكون دولة شريعة يهودية وما إلى ذلك. وكما أن الليكود لا يستطيع أن يقول يعني أنه يمثل كل شرائح الشعب الإسرائيلي، كذلك الأمر بالنسبة لأزرق أبيض، هناك حالة استقطاب. ربما وجود هذين القطبين السياسيين أيضا يعني مرآة ليعكس أيضا الواقع الاجتماعي المتشظي في إسرائيل بين متدين وبين علماني وبين متزمت وبين ليبرالي وديمقراطي، ناهيك عن الاختلافات في قضايا كثيرة اجتماعية وسياسية. طيب عذرا على المقاطعة سيد وديع، أريد أن نتوجه مباشرة إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث اجتماع زعماء الدول الضامنة لخفض التصعيد في سوريا. روسيا تركيا وعمليا روسيا تركيا
وإيران. الرئيس الإيراني حسن روحاني عذرا انتقلنا من ملف الانتخابات إلى هذا الملف، وبالتالي هذه أساس. إذا نرى أن الرئيس الإيراني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسن روحاني، وكذلك الرئيس الروسي مفترض أن يظهر في هذه، نعم أيضا موجود الرئيس فلاديمير بوتين، سيكون هناك مؤتمر صحفي وهو في ختام هذه الجلسة وهذه القمة التي عقدت في العاصمة أنقرة لبحث الملف السوري. مسألة اللجنة الدستورية ربما تكون قد طرحت، لكن الرئيس التركي كان تحدث قبل أيام عن أن الأولوية ستكون أيضا لشمال غرب سوريا ولملف إدلب ونقاط المراقبة التركية هناك. سنستمع إلى التصريحات في هذه الأثناء. İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Türkiye تحدث باللغة التركية رجب طيب أردوغان عن مسألة هذه القمة وعقدها في أنقرة بخصوص الشأن السوري. كان ذكر في وقت سابق أن هذه القمة ستتحدث عن نقاط المراقبة، عن ما يحدث في شمال غرب سوريا في إدلب، عن وجود القوات الكردية والمنطقة الآمنة. Ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını. فن يعني الرئيس التركي تحدث باللغة التركية، وبالتالي لا يمكن أن نواصل في هذا في هذه المسألة. لكن سيد وديع أريد أن أسألك، يعني مسألة الوجود الإيراني في سوريا حظيت باهتمام كبير وكانت ضمن الحملة الانتخابية للأحزاب المختلفة تحديدا لرئيس الوزراء. نعم، هذه فزاعة يعني كانت كالدجاجة توفر الكثير من البيض السمين لنتنياهو على المستوى الانتخابي، وبواسطتها أخاف الأوساط واسعة من الإسرائيليين، وحاول أن يظهر بمظهر مستر سيكوريتي، رجل الأمن الذي يستطيع فقط وهو فقط أن يدافع عن أمن إسرائيل وعن الإسرائيليين أمام هذه الفزاعة الإيرانية. ولذلك تم يعني استثمارها مرة تلو المرة، وأحيانا يتم استبدالها بفزاعة فلسطينية، وأحيانا يتم استبدالها أيضا بفزاعة الفلسطينيين في إسرائيل للأسف الشديد. ولكن يبدو أن نتنياهو هذه المرة يعني يدرك أن الفلسطينيين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل قادرون على أن يحسموا المعركة من خلال إدراكهم بأن نتنياهو يشكل خطرا على اليهود وعلى العرب عليهم وعلى الأمن وعلى الأمان وعلى السلم الأهلي في البلاد وعلى مستوى الصراع. وكنا قد كنا قبل قليل أن هناك يعني تقارير حول تقاسم مكاني وزماني للأقصى، ناهيك عن مخاوف من المزيد من الانتهاكات لحقوق العرب والمواطنين العرب في إسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا سيدفع المواطنين العرب إلى أن يأخذوا كل ذلك بالحسبان، لأن هناك مهم وهناك أهم وهناك مر وهناك أمر. حتى لو كانت هناك ملاحظات وانتقادات للقائمة المشتركة، سيذهب العرب إلى التصويت غدا بنسب كبيرة على ما يبدو نتيجة هذه الفزاعة بالنسبة لهم، نتيجة هذه المخاوف الحقيقية التي يرمز لها نتنياهو. سيد جرمي، إلى أي مدى بالفعل المواطن الإسرائيلي مهتم بالملفات الأمنية، الملف الإيراني، الوجود الإيراني في سوريا في هذه الانتخابات طبعا؟ كما بالفعل ذكر، أتفق مع اعتبار أن نتنياهو جيد بالنسبة له أن تتداول بشؤون أمنية، وبالفعل أنه يحاول أن يعرض نفسه كرجل الأمن. ننظر إلى استطلاعات الرأي التي ظهرت وتحدثت عن الأمن، عندما يدور الحديث عن الأمن جيد نتنياهو، عندما يدور الحديث عن شؤون اقتصادية هذا يمكن القول أنه
سيء جيد بنفس القدر. هذا يرتبط بالشخص المتواجد في أي جناح من الخارطة السياسية. عندما يدور الحديث عن شؤون اجتماعية سيئون جدا له. لذلك عندما نتحدث اليوم 12 ساعة قبل افتتاح الصناديق ونرى الآن فرصة لنتنياهو أن يخرج بتصريح عام. لذلك فإن بوتين يهدي نتنياهو الآن هدية ثمينة. إن الناس عندما قبل أن يدخلوا إلى الانتخابات سيذكروا ما سمعوا في الإنباء والأخبار يوم الأمس. أريد أن أذكر أن المجتمع غير اليهودي في إسرائيل سيخرج بنسبة أكبر. يمكن القول عنهم مجتمع عربي ولكن ليس فقط. بالفعل يمكن القول عنهم مجتمع عربي. مجتمع عربي الكل شيء جيد كما ترغب أن تعبر نفسك وتصف نفسك. لا تحدد هويتك. كلنا مواطنون متساوون هنا رغم حملة الليكود. لا أتفق مع هذه الأمور ولا أعتقد أنه يجب أن نستهين بالمجتمع العربي وأن نقول أنهم يتدفقون ويهرولون صدق الاقتراع. أنا موجود كي تعرف أنا عضو في لجنة التخطيط والبناء القطرية التي فيها أيضا تشمل أيضا أبو غوش. وأنظر لكل شخص وكل مواطن بين إليهم إن كان عربيا أو يهوديا. وتعرف أيضا هناك أشخاص ليسوا عربا أو يهودا وما أيضا مواطنون في دولة إسرائيل. ليهم الكل متساوون مواجهة القانون. فقط لإقرارات الترجمة لا أريد أن نبدأ في متساوون ليس فقط على الحبة النقاش عن هذه المسائل. سيد شكيب عمليا بالفعل يعني بنيامين نتنياهو استخدم في هذه الانتخابات الملف الإيراني الملف السوري. زار سوتشي قبل أيام، قبلها كان في لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي، وكل هذا سجله معارضوه على أنه ضمن الحملة الانتخابية وليس ضمن السياسة الخارجية لإسرائيل. دعنا نقول كان هناك نقاش كبير حول نشر أو عدم نشر المسؤولية الإسرائيلية عن عمليات الضرب التي كانت في سوريا وعلى حدود العراق وغيرها. وكان من نسب إلى نتنياهو استعمال هذه الضربات العسكرية كوسيلة لكسب تأييد المجتمع الإسرائيلي. نحن نذكر جميعنا في عام 1981 عندما قامت إسرائيل بضرب الفرن الذري العراقي، وكم تغنى بذلك مناحم بيغن من على المنابر وكسب الانتخابات في حينه نتيجة لهذه الضربة. إسرائيل تحارب في سوريا وتضرب في سوريا وتضرب في العراق وتضرب في كل مكان ترى فيه وجود لخلايا لحزب الله والقوات الإيرانية التي قد تشكل عليها خطر، أو تضرب عندما ترى محاولة نقل لأسلحة من سوريا إلى لبنان. حتى هذه المعركة الانتخابية لم تعترف إسرائيل ولو مرة واحدة في المسؤولية ولم تقوم بأخذ المسؤولية عن الحدث. في هذه المرة قام نتنياهو باستعمال ذلك، وهذا يصب مرة أخرى في مصب الذعر الذي يتواجد به نتنياهو. ليس صدفة يريد أن يظهر بمظهر مستر بتحون رجل الأمن وكل ذلك. هو في مأزق، يدرك أنه في مأزق، والغاية تبرر الوسيلة. طيب سيد وديع، لننتقل إلى ملف آخر ضمن مسألة الغاية تبرر الوسيلة وكل الملفات التي طرحت خلال هذه الحملة الانتخابية. كان هناك حملة موجهة ربما أو اعتبرتها الأحزاب العربية موجهة ضد الناخب العربي، بدأت بمسألة الكاميرات، بعد ذلك بتصريحات على صفحة فيسبوك التابعة لرئيس الوزراء. هل يتوقع أن يكون هناك أيضا يعني يوم غد ربما استمرار لهذه الحملة في صناديق الانتخاب؟ هذا يعني ينسجم تماما مع خلال كل الحديث منذ أن بدأنا بأن نتنياهو في حالة ضيق ومأزق.
ولذلك يتعامل مع المجتمع العربي بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية حتى، وإن كان قد تملص أو تنصل من موضوع المسؤولية حول ما نشر في موقع الفيسبوك حول قضية أن المواطنين العرب إسرائيل سيشاركون في إبادة إسرائيل وإبادة الإسرائيليين ونسائهم وأولادهم والآخر. هذا تخيل لو قيل مثل هذا الكلام في المعركة الانتخابية في فرنسا على يد حزب فرنسي ضد اليهود في فرنسا أو ضد اليهود في ألمانيا، كانت الدنيا ستقوم وتقوم القيامة ولن تقعد. بطبيعة الحال هذا مؤشر على أن هناك أزمة كبيرة، نتنياهو المقعد من تحته يرتجف، وبالتالي هو يحاول أن يخفض نسبة المشاركة العربية في هذه الانتخابات بكل ثمن، ولذلك هو يعني تجاوز كل الحدود وتجاوز يعني كل المدى في محاولة إهانة المجتمع العربي، في محاولة الاستخفاف به ومحاولة شيطنته ونزع الشرعية يعني من خلال وسائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. وكنا أن نتنياهو كان قد بدأ أصلا ولايته الأولى عام 96 من خلال الكامبين وهذه الحملة أن نتنياهو طيب أو جيد لليهود في دولة مختلطة فيها يهود وفيها عرب، ومرورا بكثير من التصريحات حتى تدفقت الحافلات وكان هذا كذب في كذب. وهذه المرة يحاول من خلال التهديد والوعيد بدفع مستوطنين ومدفع ناشطين في اليمين إلى إحداث أزمات مرورية في البلدات العربية أو الكاميرات من قبل. دعنا نسأل السيد جيرمي، وأنت إلى حد ما تمثل يعني الأخير أن السؤال يبقى الكبير، هل المجتمع العربي سيقبل بأن يأتي أحد من قبل نتنياهو إلى عكر داره ومحاولة استفزازه ومحاولة إخضاعه؟ هذا أنا أعتقد أن المجتمع العربي هناك مؤشرات كثيرة لن يسمح بذلك. المجتمع العربي لديه الكثير من المؤشرات أنه سيخرج للثائر ممن يحاول محاول الاستخفاف به ومحاول هضم حقوقه ومحاول ترهيبه. قبل أن تعلق أريد أن أسألك، يعني كان هناك حديث واضح أو محاولة واضحة لتثبيت كاميرات في مراكز انتخاب، فهم من المحاولة بأنها ستوجه ضد الناخبين العرب أو في صناديق الانتخاب لدى العرب، وصفت يعني الانتخابات أو يعني رئيس الوزراء قال إنها قد تسرق من جانب، قد يكون فيها عمليات تزييف وبالتالي نتائجها ستكون مسروقة. ما الذي سنشهده غدا؟ هل هناك تعميم في الأحزاب اليمينية في يعني لديكم على الأقل لتثبيت كاميرات لمراقبة أكثر؟ ما الذي سيدور غدا؟ لا يوجد أي تعليمات صدرت، على الأقل ربما يصدر من الليكود شيء ما، ربما سيحاولون أن يجعلوا دورية ما. أعتقد أنه من المفضل أن يخرج عدد أكبر من المجتمع العربي للتصويت، هذا أمر مبارك ومرحبين. نحن يجب أن نسعى كدولة ديمقراطية أن ترتفع نسبة التصويت إلى قدر أعلى قدر ممكن، هذا يشمل المجتمع العربي. أنا بنفسي أستطيع أن أقول لك وكل ذلك كشخص يمني، أنا خاب ظني من رئيس حكومتي بأنه يريد أن ينهي الحملة الانتخابية بهذا الشكل. بالنسبة للكاميرات أعتقد قد تكون بعض المشاكل بالنسبة للكاميرات، ولكن نشهد فوضى كبيرة كما يعتقد أو يخشى الناس. في نهاية المطاف رئيس الحكومة قرر أنه نصوت على الكاميرات وليس على فرض ضفة فرض السيادة في غور الأردن وشمال بحر الميت، وهذا يظهر أنه في بعض الأحيان يفضل أن يصوت على شيء سيفشل في ولن يمر. طيب انضم إلينا الدكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية طبعا عبر سكايب، أشكركم في هذه المرحلة سيد جيرمي سالت المستشار السياسي، سيد وديع عوادي الصحفي والمحلل السياسي، والسيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي. سيد دكتور مئير، أولا يعني هذه الانتخابات وأنت انضميت إلينا ونحن نتحدث عن مسألة حالة الاحتقان وبسبب مسألة الكاميرات في الشارع العربي، هل تتوقع بأن يكون هناك نوع من الإخلال بمحاولات الإخلال باليوم الانتخابي من جانب بعض النشطاء الذين يريدون تسجيل وقائع هذا اليوم في الشارع العربي وفي البلدات العربية؟ لا، في الحقيقة أنا لا أتوقع أن يكون لهذا الموضوع تأثير كبير، يعني فهذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه في الساحة الإعلامية. نحن نعرف بأنه يعني حزب السلطة اليوم هو يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يعني يسبب الاحتقان وزعزعة الرأي العام ساعات قبل الانتخابات، ونحن نعرف بأنه الدعاية قد توقفت ولا مجال اليوم ل يعني الاستمرار بالدعاية الانتخابية.
ولكن دعنا نقول بأنه هذه المرة لو سمحت لي، طبعا هي مرة استثنائية، يعني انتخابات استثنائية في تاريخ إسرائيل، لأننا 5 أشهر بعد عجز الحكومة، عجز الحزب الذي قد حظى بأكبر عدد من الأصوات في المرة السابقة على تشكيل حكومة، وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، وبالتالي يعني لا نستبعد بأن تكون هناك يعني حركات من هذا القبيل في الساعات المقبلة وغدا، ومسألة تخويف الناخبين كما يعني عهدنا من السيد نتنياهو في السابق. ولكن على أي حال أعتقد بأنه في نهاية المطاف أغلب الأحزاب هي أحزاب مسؤولة، وهناك رقابة شديدة على الانتخابات كما هو معهود، ولا أعتقد بأن سوف يكون هناك تأثير لهذه الدعاوى على مجرى العملية الانتخابية. الساعة أيضا السيد أمير ويتمان رئيس التجمع الرأسمالي في حزب الليكود. لكن يعني دكتور مئير، قبل أن نتحدث إلى السيد أمير أريد أن أسألك أيضا، يعني عندما ضيفي السابق السيد وديع قال إن المجتمع العربي قد يكون جاهزا لما وصفه هو بالثأر من محاولة التأثير في الانتخابات وفي مجرى الانتخابات في الشارع العربي، هل تصل الأمور إلى هذا الحد برأيك؟ كيف تستعد الأحزاب العربية؟ لا، يعني كلمة ثأر هي كلمة أنا لا أعرف إذا كان هو الهدف أن يكون هناك ثأرا، ولكن أعتقد بأنه يجب على المجتمع العربي أن يشارك وبقوة وفي هذه الانتخابات كما كان أيضا في السابق. نحن نعرف بأن نسبة مشاركة القطاع العربي في إسرائيل، الوسط العربي داخل إسرائيل، كان أقوى في سنوات سابقة، ويعني أرجو أن يكون هذا أيضا في هذه المرة، أن تكون هناك عودة للمشاركة وعودة بالإيمان بفكرة المواطنة وبالقيم المشتركة لجميع المواطنين داخل إسرائيل. ودعينا نقول بأنه هذه المرة أعتقد بأن هناك سوف يكون هناك اختلاف عام يعني كان الوضع عليه بالمرة السابقة، فقد يعني نتنياهو نفسه هو صنع من هذه الانتخابات استفتاء على شخصه، هو ليس ضحية لهذا، هو الذي افتعل هذا، هو الذي دائما كان يقول بأنه هدف الإعلام هو الإطاحة به، هدف المعارضة هو الإطاحة به، الشرطة تهدف الإطاحة به، المنظومة القانونية كذلك، فهو قد جيش الجميع ضده، وبالتالي في هذه يعني الحالة اللي أصبح هناك استفتاء على شخص نتنياهو، أعتقد بأن الوسط العربي داخل إسرائيل سوف من الممكن أن تكون له مشاركة أقوى مما كان عليه الوضع في السابق، لأن هناك الشعور بأنه متضرر أيضا من الوضع الحالي. طيب دعنا أيضا نبدأ بالحوار مع السيد أمير ويتمان. أهلا بك سيد ويتمان من جديد. إذا يعني هل كنا نتحدث طبعا عن مسألة تثبيت الكاميرات وعن إخفاق الحكومة في تمرير هذا القانون في الكنيست، بالتالي ما هي التعليمات الموجهة للمراقبين من جانب حزب الليكود تحديدا في صناديق الانتخاب في الشارع العربي في البلدات العربية في إسرائيل؟ هل هناك محاولة لربما يعني الالتفاف على قرار الكنيست واللجان الخاصة، اللجان البرلمانية التي صوتت، أم أنكم قبلتم بهذه النتيجة؟ طبعا نعمل وفقا للقانون، الليكود دائما عمل ويعمل وسيعمل وفقا للقانون، لا يوجد أي نية بأن نعمل بخلاف ما ينص عليه القانون. طبعا كنا نفضل لو كان هذا القانون مر، وكان هذا سيكون جيد للجميع، كان سيعطي ثقة أكثر بالديمقراطية ولن تكون هناك إمكانية لتزييف الانتخابات، ولكن ومع ذلك سنسير وفقا للقانون. أنا شخصيا لست في داخل المنظومة، لذلك لن أستطيع أن أقدم تفاصيل فنية، ولكن بشكل عام كل ما أستطيع أن أقوله أننا سنعمل وفقا للقانون، ولا يوجد أي نية لمنع أي شخص من التصويت وتحقيق حقه الديمقراطي. لماذا الشارع العربي؟ هل الخشية من الأحزاب العربية الممثلة حاليا على الأقل معظمها في القائمة المشتركة هي التي توصل الليكود ورئيس الوزراء إلى هذا الحد من القلق ويعني ضرورة تثبيت كاميرات، أم أن يعني الخشية من خسارة سدة الحكم والتواجد في الائتلاف الحكومي؟ ما الذي يجري عندما تقررون أو تقترحون مثل هذا القانون؟
بشكل طبيعي وعادل. أريد أن ننجح في الانتخابات. نعم. غالبية الجمهور العربي، الغالبية العظمى من الجماهير العربية تصوت للقائمة المشتركة، وأقلة منه تصوت لأحزاب يسارية، وقليل جدا من الجمهور العربي يصوت للليكود أو الأحزاب اليمنية الأخرى. لذلك فمن الواضح أن المشاركة الجدية للجمهور العربي في إسرائيل تأتي على حساب كل الباقين إلى حد ما، وكذلك على حساب اليمين في إسرائيل. والمشاركة الكبيرة للجمهور العربي في الانتخابات يمس ويضر باليمين الإسرائيلي، هذا لا شك فيه، ولكن أعتقد أنه من المهم أن يشارك الجمهور العربي في الكنيست، أن يكون شريك بالحكومة، وليس بالحكومة وإنما بالحكم بشكل عام، وأن يكون جزء من المجتمع الإسرائيلي. هذا ما أريد أن أوضحه. الجمهور العربي بالنسبة إلينا مهم، مهم عندي أن أقول ذلك. مثلا عدد المهندسين في الوسط العربي ارتفع 18 ضعفا في عهد نتنياهو، وهذه زيادة مباركة، وهذه مشاركة في المجتمع الإسرائيلي بشكل جيد ونبارك عليه. مع ذلك استمر الهجوم على العرب خلال هذه الحملة. دكتور مئير مصري، يعني تحدث أمس، تحدثت إلى المستشار الاستراتيجي إيال أراد، وهو يعني ربما ألقى فكرة بأن مخزون الأصوات الناخبين لدى عمليا القطبين الأساسيين في اليمين وكذلك في الوسط ربما يكون قد انتهى، والمرحلة المقبلة قد تشمل التوجه إلى الناخب العربي تحديدا حتى من جانب حزب الليكود. هل بالفعل يمكن يعني من جانب الأحزاب اليمينية على الأقل من وجهة نظرها كسر هذا الحاجز، حاجز الأحزاب العربية؟ معظم العرب يصوتون للأحزاب العربية، وبالتالي محاولة استقطاب أصوات من هذا المجتمع لحسم المعركة. حقيقة أنا أستبعد هذا الموضوع لعدة أسباب. طبعا تقليديا في السابق كان نصف الوسط العربي داخل إسرائيل يعطي أصواته لحزب العمل كما هو معلوم حتى العام 99، ولكن يعني طبعا فتقليديا يمكن بخلاف المجتمع البدوي اللي على في فترات معينة كان قد دعم الليكود ولا سيما في عهد الراحل مناحم بيجين، ولكن في الآونة الأخيرة نحن نرى بأنه قد تقلصت الأصوات العربية التي تأتي لكتلة اليمين وبالأخص لحزب الليكود. وطبعا في عهد السيد نتنياهو الوضع قد تدهور أكثر، لأنه بخلاف السياسة العامة حيال القضية الفلسطينية وحيال المسائل اللي هي تهم أيضا الناخب العربي ولكن داخل إسرائيل، ولكن أيضا كانت هناك عبارات قريبة من يعني دعنا نقول العنصرية، حتى لو كانه كان دائما يعني يعتذر عنها فيما بعد، ولكنه أعطى صورة سيئة. أنا أعتقد بأنه من الصعب أن نتصور أن يكون هناك ميل للليكود من قطاع داخل المجتمع العربي، حتى القطاع الدرزي أو المجموعات المختلفة، لأن هناك طبعا تعدد في الآراء داخل المجتمع الدرزي في إسرائيل، أيضا قد أعطى ظهره للليكود بعد تقنين ما يعرف بقانون القومية في إسرائيل. وأخيرا نحن نعرف أنه ليس فقط هذا، ولكن أيضا الليكود نفسه اليوم لا يطمح لهذا، ولا يطمح لجلب أصوات من الوسط ومن اليسار ومن القطاع العربي، وإنما من أقصى اليمين. ومسألة على سبيل المثال الشعارات السابقة، ومسألة ضم الحديث عن ضم غور الأردن أيضا يأتي في هذا السياق. في السابق كان تقليدين الليكود يسعى قبل الانتخابات أن يأخذ حذره من أقصى اليمين وأن يجلب أصوات من الوسط، ولكن في هذه المرة نحن نرى بأنه العكس هو الصحيح. يبدو بأن سيد نتنياهو قد يأس تماما من فكرة جلب أصوات من الوسط، وهو فهم تماما أنه دكتور مئير
فقط على يمينه من الممكن أن يحظى بأصوات إضافية. سيد أمير، المعركة ربما نسميها مع فيكتور ليبرمان الذي دفع إسرائيل إلى هذه الانتخابات وهي الثانية في غضون 6 أشهر، معركة حزب الليكود مع هذا الرجل، هل ستنتهي غدا مع إغلاق صناديق الانتخاب أم برأيك هي يعني هذه مجرد البداية والآن قد تكون هناك خلافات كبيرة في مسألة تشكيل الحكومة؟ لأن الصورة ربما التي ترسمها الاستطلاعات تقريبا هي نفس الصورة، بل إن قوة ليبرمان وتأثيره ربما ستزيد عن في الانتخابات السابقة. هذا هو السؤال المركزي فعلا في هذه الانتخابات. سنعرف غدا مساء أو بعد غد سنعرف الإجابة على هذا السؤال المركزي في هذه الانتخابات، لأننا يجب أن نعرف أن ليبرمان عمل أو طور سيرة العملية على حساب مقولة ضد العرب. مرة قال لي واحد من الوزراء سنوات قليلة، قال لي عندما تكون لدى ليبرمان مشكلة في الاستطلاعات يقول أنا أكره العرب وهكذا يحصل على الأصوات وعلى المندوبين. هو ينتمي إلى مجموعة فعلا تكره بجزء منها تكره العرب، هذه هي الرسالة، والرسالة هذه لم تعد تعمل، تنجح عند مجموعة صغيرة جدا. لذلك غير خطابه، بدل أن يقول أنا أكره العرب يقول أنا أكره الحريديم المتزمتين المتدينين اليهود، يعني نقل العنوان الكراهية من العرب إلى المتدينين اليهود. أنا أعتقد أن هذا خطأ في السياسة، أعتقد أننا لا يجب أن نجلب الكراهية بل أن نقول ما الذي جئنا نفعله من أجل الجمهور ككل والجمهور العربي بضمنه واليسار واليمين وكلهم، ما هي الطريق الفضلة. من الليكود هاجم حتى وسائل الإعلام وليس فقط العرب، يعني إذن المعركة هي ذات المعركة ربما تنتهجها كل الأحزاب بنفس الطريقة. دكتور مئير، عمليا من هو جمهور فيكتور ليبرمان في هذه الانتخابات؟ كان يعول على الجالية من أصول روسية، اليهود الروس عمليا، لكن هل توسعت الفئات التي يعني تصوت وتؤيد هذا الرجل؟ نعم صحيح، هو يعني يقال بأنه 70% في إسرائيل من الجمهور الناطق باللغة الروسية، لأنه بالمناسبة فقط نصفهم من أصل روسي والنصف الآخر من جمهوريات أخرى داخل الاتحاد السوفيتي سابقا، هم من أنصار السيد ليبرمان. ولكن في الأونة الأخيرة طبعا بسبب المواقف الحادة التي قد اتخذها والتي تحسب على يعني العلمانية، دعينا نقول، وفكرة علمنة الدولة وفصل الدين عن الدولة، طبعا هي جلبت له أصوات أيضا من قوى الوسط، وبل حتى دعينا نقول من اليسار، بعض الناس يعني حتى لو هم يعني ليسوا على نهج ليبرمان في قضايا معينة، ولكن مسألة العلمانية ومسألة الفصل بين الدين والدولة وأيضا مسألة تقليص الميزانيات المعطاة للأحزاب الدينية والامتيازات التي تحظى بها بعض المجموعات هي على رأس أولويات هؤلاء الناخبين. فأنا أعتقد بأنه هو يعني سوف يستطيع أن يحصل على الأقل على مقعد، بل مقعد ونصف من حزب يائير لابيد يش عتيد اللي هو جزء من قائمة أبيض أزرق. صحيح، أزرق أبيض عفوا. فحسب طبعا الاستطلاعات، لكن ما زال القسم الأكبر من جمهور السيد ليبرمان هو من الطوائف الناطقة بالروسية، حتى لو أن هناك قسم كبير من الوسط، أحزاب الوسط، ولكن الأغلبية ما زالت طبعا من هذه الطائفة الأصلية. فطبعا هو حزب يعني على درجة كبير من الطائفية، والدليل على هذا طبعا هي كل نحن لو نرى مثلا في اللافتات الانتخابية، خطابات السيد ليبرمان، الدعاية لحزبه، نحن نرى أن هناك الطابع الروسي يتغلب حتى لغويا، الخطابات بالروسية هي قد تكاد تكون يعني 50% و40% من المضمون. فطبعا هناك طبعا هو يعول كثيرا على هذه الطائفة بالرغم من كل
اعتبارات الأيديولوجية. وضحت النقطة دكتور مئير. سيد أمير، يعني كحول فان يتحدثون كل تقريبا زعمائه يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمعنى كحول فان ليكود من دون نتنياهو وليبرمان. هل هذا السيناريو سيناريو حكومة وحدة وطنية وارد لدى الليكود، التخلص من الأحزاب الدينية واستبدالها بكحول فان وبليبرمان؟ الحقيقة أن هذا يتعلق بالنتائج. ما يفضله الليكود وبنيامين نتنياهو هو إقامة ائتلاف مع الأحزاب المتدينة والمتدينة المتزمتة الحريدين، ولكن القرار بيد الناخب الإسرائيلي. إذا لم نحصل على الأغلبية، إذا لم يكن الليكود الحزب الأكبر، وإذا كانت الأحزاب إذا لم تحصل الأحزاب اليمينية على 61 مقعدا، فلا مفر، سنقوم بشيء آخر. في هذه المرحلة الأمر لا يتعلق بنا، لذلك في هذا الوضع كل شيء وارد بالحسبان. ونعرف أن السياسة الإسرائيلية تعرف كيف تفاجئ الجميع، لذلك أنا أتحفظ من أن أقرر ما الذي سيحدث اليوم. نحن متركزون بشيء واحد، أن نجلب الناخبين إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت غدا. وأنا أتوجه إلى الوسط العربي وأريد أن أقول أنه رغم كل الخطاب وكل النقاش الذي لا يصب في المكان الصحيح دائما، أنا أقول بأن الليكود استثمر في الوسط العربي أكثر من أي حكومة أخرى، وبقيادة نتنياهو وحكومة الليكود وضع الجمهور العربي في إسرائيل تحسن أكثر من أي وقت مضى. أعتقد بأن كل واحد يمكنه أن يفحص لنفسه بنفسه ما هو وضعه الاقتصادي اليوم وكيف كان قبل 10 سنوات. أعتقد أنه لو قام الأغلبية بهذا العمل سيجدون بأن وضعهم اليوم أفضل من قبل 10 سنوات، وسنستمر بذلك. دكتور مئير، الأحزاب الدينية أو الأحزاب المتدينة، ما هو دورها في هذه الانتخابات؟ هل ستتغير الصورة برأيك من ناحية عدد المقاعد، من ناحية تأثير هذه الأحزاب في ميزان القوى بين اليمين واليسار، مع العلم بأنها يعني نتحدث عن شاس ويهدوت هاتوراهية معدودة تاريخيا على تحالفات اليمين وما يعرف في إسرائيل بالمعسكر الوطني؟ طيب، هو مبدئيا بشكل عام نحن لسنا بمنأى عن مفاجآت، لأن كل انتخابات تأتي بمفاجآت. حتى لو كانت الاستطلاعات قريبة من الحقيقة، قريبة من الواقع، دائما هناك مفاجآت. أو حزب أو قائمة لا تعبر نسبة، تحصل على نسبة الحسم، أو أشياء أخرى تحدث دائما يعني. فبالتالي سوف تكون هناك غدا مفاجآت نحن لن نتوقعها في هذه اللحظة، هذا الشيء مؤكد. ولكن عنصر المفاجأة هو أقل فيما يتعلق بالأحزاب الدينية، لأنها أحزاب طائفية بامتياز. أي أنه من ينتخب يهدوت هاتوراهية هو بشكل يعني عام، أو دعنا نقول بشكل أوتوماتيكي، هو من الحريديم الأشكنازيم. من ينتخب شاس أغلب الظن أنه يكون من الحريديم الشرقيين، أحيانا يكون متعاطف لأنه شاس منفتح أكثر على الجمهور الغير يعني متزمت بعكس يهدوت هاتوراهية. ولكن مجملا هي أحزاب طائفية، من ينتخب هذه الأحزاب هم أبناء طوائف معينة، ولذلك عدد المقاعد لن يتغير كثيرا عن المرة السابقة وعن المرات اللي كانت قبل. نقطة إضافية، يعني أنت ذكرت في سؤالك شيء هام للغاية، نقطة هامة، قلت أن هذه الأحزاب هي محسوبة على معسكر اليمين، وهذا صحيح، ولكن هذا شيء جديد. يعني في السابق تاريخيا في إسرائيل هذا لم يكن الواقع. أحزاب الحريدية كانت أحزاب محايدة فيما يتعلق منذ بدايات الألفين، نتحدث يعني عن هذا التغيير. صحيح. ولا سيما شاس، يعني شاس أكثر من يهدوت هاتوراهية، خاصة لما أتى على رأسه السيد إلي شاي اللي كان طبعا يمينيا في سياسيا في يتعلق بالقضايا السياسية بشكل كبير. الوضع يمكن شوية أصبح هناك نوع من التوازن بعد يعني قدوم أو عودة السيد أريا دري، لأنه في السابق كان أيضا لديه علاقات متميزة مع حزب العمل، هناك البعض الاشتراكي أيضا بارز عنده. ولكن مجملا اليوم الأحزاب الحريدية، رغم أنه شاس أقل، ولكن الأحزاب الحريدية اليوم محسوبة على
طبعا المعسكر طيب. عفوا يدوت التراء اقل ولكن الشاس اكثر. الاحزاب الحريديه اليوم محسومه طبعا على معسكر اليمين. وشيء اضافي لو تسمحين نقطه فضل. اخيره هو انه ايضا لانه اصبح الصراع بين اليمين واليسار ليس فقط متعلق بمساله الراسماليه ضد الاشتراكيه او مساله العوده الى المفاوضات مع الجيران الفلسطينيين بدلا من سياسه الحده والحزم ولكن هناك ايضا اليوم اصبحت مسائل اجتماعيه، زواج المثليين، التبني، مسائل اجتماعيه هي ايضا لا يقبل بها الجمهور اليميني واضح. المتزمد الديني المتزمد ولذلك هو ايضا واضح. اللي أسألك سيد أمير، هذه الأحزاب تحديدا شاس ربما تكون استشعرت الخطر في هذه الحملة الانتخابية تحديدا بعد تصريحات كحول لافان عن حكومة وحدة ليبرالية، بالتالي يعني زعيم شاس قال إن مرشحه سيكون بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة وحث طوال الوقت جمهور مؤيديه على أن الضمان الوحيد للبقاء هو التصويت بورقة شاس. هل بالفعل سيتصل بنيامين نتنياهو طبعا وفقا للنتائج سيكون أول المتصلين لشاس وليهدوت هاتورا للتحالف؟ بشكل طبيعي كما قلت سوف يتوجه نتنياهو لشركائه الطبيعيين، هذه المرة اليمينيين الشاس يهدوت هاتورا والأحزاب اليمينية، ولكن يجب أن نعرف بأن هذه المعركة الانتخابية تدور حول الموضوع الحريدي والتدين والدولة والدين. نعم، الجمهور المتدين لديه خشية كبيرة، لديه إحساس بأنه مهاجم، لذلك أتوقع من الجمهور اليهودي أن يستيقظ وأن يحاول بكل الطرق لإخراج أكثر ما يمكن من الناس للتصويت. هذه المرة قد ينجح أكثر حتى مما كان في شهر نيسان. الناس يحسون بالتهديد، يحسون بأن كل المنظومة ضدهم، كحول لافان، اليسار وليبرمان. أشكرك جزيل الشكر سيد أمير روتمان رئيس التجمع الرأسمالي في الليكود، ودكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، كنت معنا عبر سكايب من القدس. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نواصل هذه الطاقية، ابقوا معنا.